السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي. عنوان هذا الدرس أنمي تعلماتي، وهو عبارة عن تمارين توليفية، تمارين لتقويم ودعم دروس الوحدة الرابعة. التمرين الأول أتم بما يناسب: جذب، دفع. لرفع الأثقال أسلط قوة عليها، لتحريك سيارة معطلة أسلط قوة عليها، لسقي الماء من البئر أسلط قوة على الحبل، لتغيير مكان جسم أسلط عليه قوة أو قوة. لرفع الأثقال أسلط قوة جذب عليها. إذن عندما أريد أن أرفع ثقلاً فإني أسلط عليه قوة جذب، أي أنني أجذبه نحو الأعلى. لتحريك سيارة معطلة أسلط قوة دفع عليها. عندما تكون السيارة معطلة أريد تحريكها، أقوم بدفعها، أي أسلط عليها قوة دفع. لسقي الماء من البئر أسلط قوة جذب على الحبل، لأن عندما أريد أن أسقي الماء من البئر فإني أسلط قوة جذب على الحبل، أي أنني أجذب الحبل. لتغيير مكان جسم أسلط عليه قوة جذب أو قوة دفع. التمرين الثاني: وضعت عصيرا بالثلاجة وبعد مدة أخرجته باردا، أفسر لماذا برد العصير. إذن سنقوم بتفسير لماذا برد العصير عندما وضعته في الثلاجة. تنتقل الحرارة من كأس العصير إلى الهواء الموجود بداخل الثلاجة، ولما يحدث توازن حراري يصبح الكأس العصير باردا. إذن عندما أدخل كأس العصير إلى الثلاجة فإن الثلاجة وسط بارد، والكأس العصير يتخلص أو يفقد درجات الحرارة وبالتالي يصبح باردا. ثالثا، لتبريد كأس شاي ساخن نعمد إلى تفريغه في كأس آخر عدة مرات، أفسر ماذا يحدث. إذن عندما أريد تبريد كأس الشاي الساخن أقوم بتفريغه في الكأس عدة مرات. إذن ماذا يحدث للشاي عندما أقوم بتفريغه في كأس آخر عدة مرات؟ تنتقل حرارة الشاي الساخن إلى الهواء،
والكأس الثاني فتنخفض درجة حرارة الشاي. إذن هناك انتقال لحرارة الشاي الساخن. هذا الشاي الساخن ينقل الحرارة أو يفقد الحرارة وتنتقل إلى الهواء الموجود حوله وإلى الكأس الثاني، وبذلك تنخفض درجة حرارته. رابعاً، أقوم بجرد آلات بسيطة في بيتنا، ثم أسميها وأصنفها إلى آلات بسيطة تعتمد الطاقة العضلية، وآلات بسيطة تعتمد الطاقة الكهربائية. إذا كأمثلة لآلات بسيطة تعتمد الطاقة العضلية التي توجد في البيت، هناك الدراجة العادية والسكين والمبشرة، التي نحك عليها الخضرة. ثم آلات بسيطة تعتمد الطاقة الكهربائية مثل الخلاط. Exercice 5. J'indique avec une flèche les parties conductrices et les parties isolantes dans une lampe. Les parties conductrices, les parties isolantes. Et dans ce cas-là, بسهم الأجزاء الموصلة والأجزاء العازلة في المصباح. إذا لدي أجزاء موصلة وأجزاء عازلة. إذا سأقوم بتعيين الأجزاء الموصلة والأجزاء العازلة في المصباح. Les parties conductrices les parties isolantes التمرين السادس أعاين الرسم أسفله ثم أسمي القوة التي حركت عربة اليد من الموضع ألف إلى الموضع باء ثم من الموضع باء إلى الموضع جيم. إذن القوة التي حركت هذه العربة من الموضع ألف إلى الموضع باء إنها قوة الدفع. إذا لكي تتحرك هذه العربة من الموضع ألف إلى الموضع باء يجب أن أدفع العربة إلى الأعلى. إذا قوة الدفع. ثم من الموضع باء إلى الموضع جيم قوة الجاذبية. إذا عندما أصل إلى الموضع باء أترك العربة فهي ستنزل لوحدها عن طريق قوة الجاذبية. التمرين السابع أحدد النقطة ألف أو باء أو جيم التي أسلط عليها قوة لرفع الطفل دون عناء. إذا لدي أرجوحة ولدي في هذه الأرجوحة هناك طفل جالس. إذا لكي أرفع هذا الطفل دون عناء ودون تعب
هل يجب علي أن أحرك الأرجوحة من النقطة ألف أو من النقطة باء أو من النقطة جيم؟ إذن النقطة التي أسلط عليها قوة لرفع هذا الطفل دون عناء إنها النقطة ألف. النقطة ألف هي التي تمكنني من رفع هذا الطفل دون عناء. فضلاً وليس أمراً، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً.